موقع فوشيا طلب مني انه يعرف ايه يومياتي في الحظر طول اليوم وانا في البيت. هبعت لكم فيديوهات اليوم بعمل فيه ايه. دي يومياتي في الحظر وربنا يفك حظرنا كلنا. الواحد برضو لازم يستغل الحظر في حاجات مفيدة. الرياضة مهمة جدا طبعا. الحمد لله على النعمة اللي الواحد فيها، نساكن في كومباوند يقدر ينزل يمشي ويعمل رياضة الحمد لله. طبعا بما اننا قاعدين في البيت والبيت جنب البيت والباب جنب الباب فالجيران لبعضيها، فانا طبعا عشان عايشة لوحدي فانا ايه لجأة في بيت نور الشريف يا جماعة. واحنا قلنا بقى دلوقتي عشان نعمل حاجة، عملنا كفتة، وكفتة بقى سارة هي اللي عاملاها. ايه يا سارة؟ هاي. صباح الفل يا سارة. صباح الخير. قولنا المقادير يا سارة. على كل كيلو لحمة بيضة ومثلا بطاطسية مسلوقة وشوية بقسماط ومعلقة ونص ملح، معلقة لربع فلفل، معلقة حبهان مطحون، ومعلقة كزبرة، ومعلقة سبع بهارات، ونص اسمها ايه تانية جوزة الطيب. ومي بقى هي اللي ايه بتقطع الكفته بتكور اللي بتكور بتكور. اما انا بقى اللي هاكل.